بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يسرك نطار المجرة التعليمية على يوتيوب أن تستكمل سلسلة إفراداتها إن شاء الله، بنتعاون مع بعض في تعلم لغة الـ HTML، حيتم تعلمها من خلال 12 محاضرة أو 12 درس يعقبهم 3 دروس احترافية. اليوم بنتعلم مع بعض الدرس الأول وهو أساسيات لغة الـ HTML كنواة أساسية لتصميم صفحات ومواقع الإنترنت والمنتديات. دائما وأبدا بنسعد بكم وبزيارتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/سرطان النجار، أو مدونة قناة النجار التعليمية سرطان النجار www.blogspot.com، أو منتديات كنوز الطارق www.farms.com/forum.phb. الدرس الأول هو أساسيات لغة الـ HTML، وزي ما اتفقنا أنها النواة الأساسية وحجر الأساس لتجعلنا محترفين في تصميم مواقع الإنترنت والمنتديات. ويعقب لغة الـ HTML بمشيئة الله لغة الـ XHTML ثم الـ XML. طيب ماذا نعني بالـ HTML؟ الـ HTML هي لغة تستخدم لإنشاء صفحات الإنترنت، وهي اختصار لهايبر تكست مارك أب لانجويج، أي لغة الترميز فائقة السرعة. وهي ليست لغة بالمعنى المفهوم والمتعارف عليه مثل لغة السي والبيزك والدلفي وخلافه، لأنها لا تحتوي على جمل تحكم ودوران لوبينج زي فور نكست وإف ذن ودويل لوب. ولذلك تستعين هذه اللغة بأكواد من لغات أخرى زي لغة السي جي آي والجافا. هذه اللغة لا تحتاج إلى مترجم خاص كومبايلر، ولكن المتصفح الإنترنت هو من يقوم بتفسيرها وتنفيذ تعليماتها. مما تتكون مفردات لغة الـ HTML؟ تتكون من أكواد، البعض يطلق عليها شفرات والبعض يطلق عليها وسوم، أيا كان المسمى، إلا أننا نشير إلى أنها عبارة عن اللي هي علامتين متلين أكبر منه وأصغر منه، ثم التاج أو الوسم أو الكود أو الشفرة، وهي أزواء زوجين زي ما احنا شايفين على هذا النحو. ثم نكتب النص بين الكودين اللي بيتأثر بهما. يبقى إذا ده كود البداية وده كود النهاية. بس في نقطة مهمة، هناك بعض الأكواد عبارة عن كود مفرد فقط، وهنتعرض لها بعد ثواني. هل يوجد فرق في بين كتابة الكود باللغة الإنجليزية الكابيتال والحرف الصغيرة اللي هي سمول؟ لا، في هذه اللغة على وجه التحديد والتخصيص HTML الأكواد سواء كانت كابيتال أو سمول لا تفرق في أي شيء، سواء كانت كابيتال أو سمول 2-1. طيب ما هي أشهر الأكواد المستخدمة في محاضرة اليوم؟ في محاضرة اليوم، لأن احنا إن شاء الله هندرس مع بعض 12 محاضرة، دي أهم الأكواد. الكود الأولاني وده أهم كود لما تيجي تنشئ صفحة إنترنت، فكود البداية هو HTML، وده مستخدم تحديد بداية أوامر لغة HTML، وفي نهاية المستند في الآخر خالص يعقب كود النهاية على هذا النحو. ثم بعد ذلك الهيد، وبذلك لإنشاء رأس الصفحة، وآدي كود النهاية بالنسبة له. ثم التايتل اللي بيتم بعده كتابة أو إنشاء عنوان للصفحة بيظهر في التايتل بار الخاص بالمتصفح، ثم كود النهاية، ثم البودي اللي هو إنشاء محتويات الصفحة، وآدي كود النهاية، ثم السنتر لتوسيط النص الذي يقع بين كود البداية وكود النهاية. هناك بعض الأكواد المفردة زي البي آر، وتشير إلى الانتقال إلى سطر جديد. إذا إنتر ليس لها معنى داخل لغة البرمجة، إذا ضغطت عدد ضخم من إنتر فهذا لا يعني إلا وجود مسافة واحدة فقط، ولا يعني الانتقال إلى سطر جديد. الانتقال إلى سطر جديد أنت أمام أحد اختيارين، إما تستخدم الكود بي آر وهو كود مفرد، أو الكود بي اللي هو الانتقال إلى فقرة جديدة. طيب لعمل مسافة واحدة أو عدة مسافات، نعرف الكود يا شباب اللي هو الأمبرساند إن بي إس بي سيمي كولن، وده اختصار لنان بريكيبل سبيس. يبقى انا لو حبيت اطرق مسافتين بين الكلمه والاخرى او بين حرف واخر يبقى اكرره مرتين،
حبيت أترك 50 مسافة يبقى أستخدمه 50 مرة. طيب لو عايزين نتحكم في الخط نخلي أسود عريض هنستخدم هذا الكود المزدوج اللي هو اللي قادل بي اللي هو بول بنفس الطريقة هذه. ده الرسم ده بيوضح لنا تركيب وشكل ملف الـ HTML. نبدأ بالـ HTML على هذا النحو، قد نضيف بعض الأتريبيوت أو الخصائص وهنتعرض لها إن شاء الله في وقت متقدم، لكن بداية ممكن أنت وأنت بتتعامل تحب تكتب اللغة العربية ضيف خاصية اسمها داير بيساوي وبعدين دبل كوتيشن ار تي ال ثم تقفل الدبل كوتيشن تقفل الكود. في نهاية المستند يجب أن يقفل الـ HTML، يعني الـ HTML الهيد عشان رأس الصفحة، ثم لكتابة العنوان التايتل بعديها بتكتب العنوان، ثم تقفل التايتل، ثم تقوم بإغلاق الهيد، ثم تفتح البودي، وما بين البودي هذه وهذه تكتب محتويات الصفحة من نصوص ودواول ووصلات شعبية وبرلينك ورسوم وصور. إذن هذه هي الأساس. قفلنا الـ HTML على هذا النحو، يبقى كده ده الشكل العام بالنسبة لملف الـ HTML. في ملاحظات، هي الملاحظات ما هي 10 برامج التي يتم من خلالها؟ هل أنا محتاج لغة برمجة خاصة للتعامل مع الـ HTML؟ في الحقيقة لا، العملية بسيطة جدا، من خلال الويندوز تقدر تتعامل مع النوت باد اللي هو المفكرة أو الدفتر النوت باد وتقوم بإنشاء صفحة الإنترنت أو موقع الإنترنت. طيب في برامج تانية مشهورة زي الفرونت بيج والدرون ويفر اللي فيها ميزتين، الميزة الأولانية إن ممكن تتعامل معها كبرامج تطبيقات بمعنى إنك تقوم بإدراك جدول وإدراك صورة إلى آخره. الميزة الثانية هتلاقي فيه تمرين فرعي اللي هو بيسمح لك إنك تكتب يدويا لغة الـ HTML، ومن خلال مهارتك للتعامل والتعامل مع الـ HTML تستطيع التأثير على المستند الأساسي. عند إنشاء ملف بلغة الـ HTML يجب أن تحفظ بامتداد HTML أو HTM. المتصفحات لا تأخذ بعين الاعتبار الفراغات الزائدة أو إشارات نهاية فقرات، يعني إنتر كتير ليس لها معنى. إذا أنت لو كتبت الأكواد كلها على سطر واحد أو كتبتها على 50 سطر بإنتر إنتر هي نفس الحكاية ونفس النتيجة. وناخد بالنا إنك ممكن تكتب كود، الكود ده عبارة عن 30-40 سطر في سطر واحد، لما يجي يتم تنفيذه من خلال المتصفح هيعرض على حسب حجم الشاشة ثم يقوم بعمل التفاف للناس وينتقل تلقائيا. لعرض الصفحات الانترنت بنعرضها من خلال صفحات الانترنت الانترنت اكسبلورر والفايرفوكس وجوجل وجوجل كروم. تعالوا بينا ننتقل الى الجزء العملي. بداية هنفتح من قائمة ابدا او ستارت او هما هو، هنضغط على اول بروجرام ونبحث في الاكسسوارز على الملف على الاكسسوارز، هنختار البرنامج اللي هو النوت باد. انا افضل ان يكون نوت باد، البعض بيفضل يكون وورد باد، لكن خلينا نتفق ان النوت باد مبدئيا في قبول ولازم نتدرب على ادي النوت باد. بعد ما فتحنا الملف بالنوت باد هنبدا انشاء ملف بسيط جدا عن هو، يبقى هتبدا الاول بال HTML ثم تضغط انتر سيان سنه سبع سيان، ادي انتر وادي الهيد الهيد سواء كابتل او سمول زي الاتفاقنا، ثم التايتل ادي التايتل، بعد ذلك بنكتب العنوان اللي احنا عايزينه وليكن هنكتب الدرس الاول في لغة ال HTML. بعد ذلك عايزين نقفل التايتل اللي هو العنوان، ادي علامة المتباينة اللي هي اظهر من وادي اللي هي السلاج، ثم نقول التايتل، بعد ذلك محتويات المستند اللي هي البودي، نبدا نكتب محتويات المستند، بنقول ان قناه نكتب اي اهو بعد ما خلصنا كتابة عايزين نقفل البودي، يبقى دي المحتويات. هنبدأ نقفل البودي نحول اللغة الإنجليزية على هذا النحو زي ما احنا شايفين. بعد ذلك هنقفل ال HTML لازم زي ما احنا شايفين، بنقفل من جوه ثم من بره. كده خلصنا المستند بتاعنا، أقوم بحفظه، أدي من الملف هختار حفظ أو حفظ SSL، ثم أقوم بحفظ هذا المستند باسم تيك نيوز
وأحدد مكان الحفظ. لي نصيحة إنك تحاول دائما وأبدا إن ملفاتك الخاصة بإنشاء موقع توضعها في جدول في مجلد، من خلال هذا المجلد تستطيع تسهيل عملية. حددنا المكان الحفظ وناخد بالنا إن اسم الملف، ثم بعد ذلك لازم امتداد HTML أو HTML، وحددنا مكان الحفظ وكتبنا الاسم ثم نضغط على سيف. كده احنا حفظنا هذا الملف. تعالوا بينا نعرضه. تعالوا بينا نعرض الملف. هعرض انا الملف، ممكن اضغط كليك يمين لو عندي اكثر من متصفح، ثم اختار المتصفح اللي انا عايز اعرضه، وليكن مثلا فايرفوكس او جوجل كروم او انترنت اكسبلورر، وانتظر الى ان يتم عمليه العرض. ليا ملاحظه او رجاء وانت بتتدرب، اجعل برنامج الدفتر مفتوح عشان لو اردت اجراء بعض التعديلات او التغيرات. زي ما احنا شايفين ادي العنوان الدرس الاول في لغه الاتش تي ام ال، وادي البيان. البعض هيسالني طب هو ظهر من ناحيه الشمال اول ما انت ما غيرتش، طب اغير ازاي؟ دي في خاصيه يا شباب في الاتش تي ام ال، هنا هو الخاصيه دي اسمها بير بيساوي ار تي ال، ار تي ال. ولذلك قلت لك سيب البرنامج مفتوح وبعدين احفظ، ثم اضغط على ريفريش. عملنا حفظ ثم نضغط على ريفريش. زي ما احنا شايفين ايه اللي حصل يا شباب، تم تغيير اتجاه المستند او الصفحه الى جهه اليمين. ليه؟ لان نرجع تاني اهو للدفتر، لان انا غيرتها من هذه الجهه واستخدمنا خاصيه اسمها دار بيساوي ار تي ال، بمعنى غير اتجاه الى اللغه العربيه من اليمين الى اليسار. البعض بيقول لك ايه؟ بيقول لك بالنسبه لهذا المحتوى انا عايز دلوقتي، طب يفرق لو انا خليت قناه كده في سطر، وطارق في سطر، والنجار في سطر، والتعليميه في سطر؟ طب تعالوا كده بينا نحفظ ونشوف الاثر. اهو ادي حفظ، ثم انتقل الى المتصفح واضغط اف 5 للتحديث. هل لها اثر يا شباب؟ ما لهاش اي اثر. اذا انتر المتصفح لا يضعها في عين الاعتبار. طب امال انا كان ممكن لو عايز اعرض القناه ديت في سطر اعمل ايه؟ قال لك العمليه بسيطه، كل اللي عليك انك باللغه الانجليزيه وتستخدم هذا الكود بي ار، وده كود مفرد. ثم مثلا نحفظ ونشوف الاكشن او رد الفعل. اهو حفظنا، تعالوا بينا نضغط اف 5. ايه اللي حصل؟ يا ريت نركز. ادي القناه انتقلت الى سطر جديد. طب هل هي بس نستخدم الوسم او الكود بي ار؟ قال لك لا، ممكن نستخدم كود ثاني اللي هو بي، اللي هو انتقال الى فقره جديده، وبرده ده رسم او كود مفرد. ونحفظ ثم ننتقل. لاحظ كده قبل ما اضغط على اف 5 للتحديث، ادي قناه دفاع النجار، اضغط على اف 5. هلاحظ ان ايه؟ لانه الى فقره جديده. ركز معايا، هنا القناه بطارق ده رسم سطر جديد، شوف المسافه وادي الفقره. يبقى طيب لو انا دلوقتي حبيت اسيب مسافات ما بين قناه رائده استخدم ايه؟ قال لك هتستخدم هذا الكود اللي احنا اشرنا اليه بالنسبه لكود المسافات، اللي هو ركز يا شباب، اللي هو شيفت وي الامبير سند، شيفت الامبير سند، ثم ان بي ان بي اس بي كوما منقوطه. ماشي، تعالوا بينا نكرره كذا مره كده على اساس نشوف تاثير هذا الكود. ادي كنترول سي، وبعدين نقفل المكان ده اهوت، نضغط كنترول في كذا مره كده 10 12 مره مثلا، ثم اذهب الى قائمه فايل واقول له سيف. تعالوا بينا ركز، شوف كده على النجار قناه الى اخره، اعمل ايه؟ اضغط اف 5 للتحديث. شفت المسافه قد ايه يا شباب؟ دي لان هناك كود خاص بالمسافات اسمه الامبير ساند ان دي اس بي سيمي كولن، ده خاص بالمسافات. طب كلمه النجار ديت عايزها بولد، اعمل ايه؟ قال لك عشان تجعلها بولد هتضيف كود اسمه كود بي، سواء كانت او سمول على هذا النحو، وفي نفس الوقت تقوم باغلاق هذا الكود على اساس ان احنا قاصدين او نتعامل فقط مع لفظ النجار. ثم اذهب يبقى دي اللي هي بولد، اقوم بالحفظ، ثم بعد ذلك اضغط على اف 5 لعمل تحديث على هذا النحو. نركز كده يا شباب، هتلاحظ ان كلمه النجار اصبحت اسود عريض.
كده اصبحنا ازاي نعرف ننشئ الملف الخاص بينا بالاتش تي ام ال ونحفظه بالاتش تي ام ال ومكوناته على هذا النحو. لو احنا عايزين نحفظ هذا الملف كل اللي عليك انك تذهب لقائمه تقوم بتشغيل المتصفح ثم قائمه ملف تختار فتح ملف او كنترول او وتقوم بتحديد هذا الملف ثم تضغط على اوبن فيتم عرضه مباشره. وبهذه الطريقة أنجزنا الدرس الأول في لغة الـ HTML. من 12 درس سوف يتم شرحه بمشيئة الله عز وجل. سعدت بكم على طار النجار من قناة طار النجار التعليمية، وأتمنى أن أكون اجتهدت في تبسيط هذه المعلومة. دائما وأبدا بنسعد بآرائكم ومشاركاتكم على قناتكم وقناتنا على اليوتيوب، قناة طار النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/مستر طار النجار، أو مدونة قناة طار النجار التعليمية مستر طار النجار www.blogspot.com، أو منتديات كنوز الطارق www.forums.com/forum.phb. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.